من 72 من الدراسه، البدايه ديال الدراسه ديالنا وحنا كنمشيو في الغيس وستة. لا بيلانس والو، النقل المدرسي ما كاينش، الدراري كيما تعرفوا التعليم راه ولا درك بلا طلع الشمس. حنا كنعانيو من 72 من الدراسه، البدايه ديال الدراسه ديالنا وحنا كنمشيو في الغيس وستة، وما كاينش مسؤول اللي عمرو شاف فينا ولا شي ترونسبور ولا شي اسميتو، تنمشيو في البرد وفي الشتاء ومهما هكاك صابرين وكملنا الدراسه ديالنا، واللي مشى للفلاحه مشى، اللي توظف توظف، واللي كذا وحنا اللي هازر هازر، وبقات الطريق كيف ما العاده، وما كاينش شي مسؤول اللي هو جا سول فينا ولا جا شافنا ولا جا قال لنا شي برلماني ولا جا اش متيجونا من انتخابات. واليوم كنطالبوا بسيادتكم باش الا سمعتوا هذا النداء توقفوا معنا في الطريق هذه، راه حنا مضرورين بزاف، راه لا حنا لا الدراري الصغار ديالنا لا ولادنا، لا كاين اللي مات بلا ضو، كاين اللي مات بلا طريق، كاين اللي ما شاف الا ما شافش كاع من هذا الشيء الجديد، ما شاف منه والو. ولحد الساعة هذاك الساعة سنة عام 1964 حنا باقيين عايشين ولحد الساعة الآن، راه حنا محنين الساكنة راه مكرفسة، ما كما تشوفوا الطريق ها انتوما، القراويات هما راه متوخروا معنا، لا دخرتوا خير راه منقدونا بعدا داروا لنا 3 متر ديال البيست الأبيض، منين دوز البيكالا ولا دوز موتور ولا دوز بهيمة حاشاك ولا حاشاكم ولا دوز حاجة، ولهذا راه حنا مكرفسين محنين، راه ما عندنا طريق لا بيلانس والو، النقل المدرسي ما كاينش، الدراري كيما تعرفوا التعليم راه ولا درك بلا طلع الشمس، راه تنصبحوا حنا اللي تنقراو، نلحقوا الدراري ونعقبوا للدار، مع 12 نجيبوهم كاين الشتا منكم ما تيقراوش، وهذا الشيء هو اللي كاين، تنطلبوا من المسؤولين لا كان شي سميتو يقوم معنا، القراوية راه دايرين المجهود ديالهم، والاخرين راه ما راه لا حول ولا قوة الا بالله العظيم، راه حنا محنين. تنعانيو من مشكل ديال الطرقان، لان تجي الشتاء هذاك تنتكرفصو تنتمحنو بزاف، يعني المواصلات البيع والشراء ما تيبغيش يدخل عندنا، تنلقاو مشكل ما عرفناش فين نمشيو، يعني هذه الطريق قالوا صلحوها ولكن ما صلحوا حتى حاجه، يعني كل شيء بحال ما داروا حتى حاجه، فكنطالبوا السلطات باش تدخل تشوف من حالنا، وما عرفناش فين نمشيو ولا غادي نهاجروا للمدينه. تنتكرفسوا بزاف ماشي شويه، تنتكرفسوا من تجي الشتاء ولا بغينا نمشيو على الجيران هكا الا وقع شي مشكل، تنتمحنوا بزاف وتيتمحنوا تنتمحنوا مع ثاني مع دخول المدرسه وعلى الابواب، تنتمحنوا وليداتنا تنبغيو نديو ما تلقاوش هذا، يعني الطريق محفر بزاف، هذاك الروايتي تكالوا لينا ديال البنوات، فنتمنوا داك الصوت يوصل للمسؤولين. وتنعانيو في هذا المشكل ديال الطريق، راه مشكل كبير هذا، المدرسه بعيده لنا ب 4 كيلومتر ونص، كيدير الدري تيقرا، خاص شي واحد يجي يحل لنا هذا المشكل ديال الدراري، كيفاش غادي يمشي دري صغير عنده 7 سنين في وسط الطريق هذه لما تيفوت الركبه، كيدير هذا الدري تيمشي للمدرسه ولا يمشي يقرا ولا غادي يتسني من هذا الدري غادي يخرج شي حاجه، والله الا جاكم بخير اللي شاف هذه الحاله ديال الطريق هذه، مثلا عندنا مراه باغا تولد تعيط لابيلانس ما تدخلش هنايا، يقول لك لا دخلت هنايا غادي نخسر البنوات، ما يمناش يجي عندنا كاع شي واحد مريض بس تعطي ديال السبيطار ولا شي لعبه ما كايناش منهم كاع. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.